السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. في هذا الفيديو التعليمي سوف نقدم لكم الإجابة العملية والشافية للسؤال الذي طرحناه سابقا: كيف نحضر أكسيد الرصاص الأصفر أو ما يعرف بالليثارج؟ ولماذا هذا المركب مهم؟ ركزوا معي جيدا هنا. لهذا المركب أكسيد الرصاص الأصفر استخدامات صناعية بالغة الأهمية، فهو يدخل في تصنيع العجينة النشطة التي تغلف ألواح البطاريات، وفي صناعة الزجاج والكريستال لرفع كثافته ومعامل انكساره، مما يمنح الكريستال ذلك البريق واللمعان المميز. كما يستخدم في الزجاج البصري وصناعة السيراميك والخزف، ويدخل أيضا في صناعة المطاط كعامل منشط ومسرع لعملية الفلكنة لزيادة الصلابة والمتانة والمقاومة الحرارية، فضلا عن دخوله في تركيب الأصباغ ولا سيما أكسيد الرصاص الأحمر. والآن ركزوا معي في النقطة الأهم لهذا الفيديو: استخداماته في تعدين الذهب وفحص المعادن، حيث يستخدم الليثارج بمثابة معدن جامع مهم جدا، وهو أكثر كفاءة لجمع الذهب والفضة والمعادن الثمينة وفصلها عن الشوائب. انتبهوا، خاصة عند التعامل مع الخامات الغنية بمحتوى الكبريت، فهو في هذه الحالة يتفوق على معدن الرصاص العادي في كفاءة جمع الذهب، وبالطبع له الكثير من الاستخدامات الأخرى. على العموم، وقبل البدء في شرح طريقة التحضير، نود التأكيد لكم أننا لم ننساكم ونحن عند وعدنا. وبشرى سارة، إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم سوف نشرح طريقة تنقي راسب الذهب الناتج عن تحليل سبائك الرصاص باستخدام طريقة حمض الخليك مع بيروكسيد الهيدروجين. سوف نوضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الراسب وصولا إلى راسب الذهب النقي عيار 24 ومرحلة الصهر لرؤية المعدن الأصفر النفيس. على العموم، أتمنى أن يكون الجميع في قمة التركيز والانتباه لما سوف يقال الآن لمعرفة الطريقة الحصرية لتحضير أكسيد الرصاص الأصفر المقدمة من قناتنا المتواضعة لتعم الفائدة للجميع. بسم الله نبدأ. في البداية دعونا نستعرض المواد الكيميائية التي سوف نستخدمها للتحضير. أولاً، سوف نستخدم معدن الرصاص، ولكن لاحظوا هنا قمنا بتقطيعه كما تشاهدون على شكل قطع صغيرة جدا لزيادة مساحة السطح، وهذا ضروري لتسريع التفاعل وتقليل الزمن المستغرق. لقد استخدمنا المقص لتقطيع معدن الرصاص النقي الذي حصلنا عليه من البطاريات التالفة بعد تنقيته من الشوائب كما تعلمنا سابقا. وفكرة التحضير في هذا الفيديو تعتمد على إذابة الرصاص في خليط حمض الخليك مع بيروكسيد الهيدروجين، الماء الأكسجيني. رجاءً التركيز جيداً وتدوين هذه الملاحظة. هذه الطريقة لإذابة الرصاص هي مفتاح السر لتحضير العديد من مركبات الرصاص ابتداءً من المعدن نفسه. أيضاً سنستخدم هيدروكسيد الصوديوم، الصودا الكاوية. وسوف نستخدم حمض الخليك المركز حوالي 10 مل قابلة للزيادة، وسوف نفهم سبب ذلك. وكذلك بيروكسيد الهيدروجين تركيز 5% حوالي 5 مل وقابلة للزيادة أيضا، وسنفهم ذلك. دعونا نقوم بوزن كمية الرصاص المطلوبة. سوف نحتاج حوالي 10 جرامات من معدن الرصاص الذي قطعناه إلى قشور صغيرة جدا بناء على الحسابات. وانتبهوا لما سأقوله الآن. سأضع لكم معادلات الحسابات للكميات المحتاجة في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو لمن يرغب في العمل على كميات كبيرة أو الإنتاج التجاري، مع تقديم أهم النصائح والإرشادات لخطوات تحضير أكسيد الرصاص الأصفر. الآن دعونا نباشر الخطوات العملية. أولاً، نضع قشور الرصاص في هذا الكأس البيكر الكبير ليسهل التعامل معه أثناء التخفيف والإضافة. ثانياً، نقوم بإضافة حوالي 10 مل من حمض الخليك المركز كما تشاهدون أمامكم. ثالثاً، نضيف حوالي 5 مل من بيروكسيد الهيدروجين تركيز 50%. وهذه أهم خطوة يجب الاستماع لها جيداً. يجب أن تكون الإضافة تدريجية كما سوف تشاهدون، لأن الإضافة التدريجية تضمن الاستفادة الكاملة من كمية بيروكسيد الهيدروجين ومنع تطايره إذا أضيف دفعة واحدة، وأيضا لتجنب شدة التفاعل والفوران. وأتمنى أن تكون هذه المعلومة قد وصلت لأذهانكم بوضوح. نقطة أخيرة للملاحظة: هنا لم يحدث تغير في لون المحلول إلى البني أو الأسود، ولم تتساقط ذرات سوداء كما شاهدنا سابقا في سبائك الرصاص المحتوية على الذهب، والسبب هنا أننا نعمل على رصاص نقي فقط. لاحظوا معي الآن، بعد مرور حوالي ربع ساعة تقريبا بدأ يتكون لدينا راسب أبيض، وهذا طبيعي جدا نتيجة تشبع المحلول بمركب خلات الرصاص. للتعامل مع هذا الأمر سوف نضيف حوالي 5 إلى 10 مل من الماء المقطر لغرض الإذابة وتقليل هذا الراسب، وبالمقابل سوف نضيف القليل من بيروكسيد الهيدروجين لتعزيز تفاعل الأكسدة وضمان إكمال ذوبان قشور الرصاص المتبقية. لا تقلقوا بشأن الأرقام، فجميع الإضافات مسجلة لدي بدقة لكي نضع لكم الحسابات العملية الصحيحة. لاحظوا جيداً، بإمكانكم زيادة كمية حمض الخليك أو الماء الأكسجيني لضمان اكتمال التفاعل إذا لزم الأمر، ولكن لكي لا تتشتتوا سوف نضع لكم الحسابات العملية القياسية والمطلوبة ليفهمها الجميع وتكون سهلة التطبيق عند الحاجة. انظروا، معظم القشور ذابت بشكل سريع جدا، ونحن الآن في الدقيقة 18 من بداية الخلط. وكما ذكرنا، لا داعي للقلق من الراسب الأبيض خلات الرصاص، ولكن توقفوا هنا وركزوا بكل حواسكم. هذه الخطوة يجب الاستماع لها جيدا. عند التعامل مع هذه الطريقة يجب ارتداء القفازات ومعدات السلامة الكاملة بصرامة. لماذا؟ لأن خلات الرصاص مادة شديدة السمية، وتكمن خطورتها في أنها على عكس الرصاص المعدني قابلة للامتصاص عبر الجلد بسهولة، ولها تأثير تراكمي خطير على الجهاز العصبي والكلى، ومصنفة كمادة مسرطنة ومضرة بالصحة الإنجابية. لذا الحذر ثم الحذر. الآن، وبينما نترك قشور الرصاص لتذوب تماما، سوف نقوم بتحضير محلول هيدروكسيد الصوديوم. دونوا هذه المعلومة، لقد وجدنا من خلال التجربة والدراسة أن التركيز الأمثل لمحلول هيدروكسيد الصوديوم للحصول على أكسيد الرصاص الأصفر هو من 20% إلى 30% نسبة وزنية. لماذا هذه النسبة؟ لأن أي زيادة مفرطة في هيدروكسيد الصوديوم قد تؤدي لتشكل راسب أبيض آخر، أو تمنع الترسيب أصلاً بسبب تشكل بلمبيت الصوديوم الذائب. بينما أي زيادة في الماء الأكسجيني ستعطينا أكسيدا بنيا داكنا بدلا من الأصفر. لذلك، وبناء على الحسابات، الوزن المطلوب هو 4 إلى 5 جرامات من هيدروكسيد الصوديوم نذيبها في 20 إلى 25 مل من الماء المقطر للحصول على تركيز 20% وزن على حجم، ثم نقوم بالتحريك والخلط الجيد لإذابة القشور كما تشاهدون. والآن لاحظوا النتيجة، لقد ذابت قشور الرصاص بالكامل في المحلول وعلى البارد في زمن قياسي أقل من 23 دقيقة. سوف نضيف القليل من الماء المقطر لإذابة أي بقايا من خلات الرصاص، وذلك لتسهيل عملية الترشيح. بعد إكمال الترشيح، انتبهوا، لقد تخلصنا من الشوائب العالقة لنضمن الحصول على راسب أكسيد رصاص أصفر نقي تماما. سوف نضع المحلول المرشح النقي في هذا البيكر استعدادا للمرحلة المهمة، وهي إضافة هيدروكسيد الصوديوم. دعونا الآن نضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم تدريجيا، وراقبوا السحر الكيميائي الذي سيحدث. لاحظوا، عند الإضافة يتكون لحظيا أكسيد الرصاص الرباعي لون بني، ثم يتحول مباشرة وتلقائيا إلى أكسيد الرصاص الأصفر عند الاستمرار في الإضافة. والتفسير العلمي لذلك هو وجود خلات الصوديوم الناتجة في المحلول، والتي تعمل كمنظم للتفاعل بفر، مما يقلل من حدة الأكسدة في وجود بيروكسيد الهيدروجين ويجبر التفاعل على الاستقرار عند أكسيد الرصاص الأصفر. ومعادلات التفاعل معروضة أمامكم لزيادة الفهم. وإليكم هذه الملاحظة الفنية الهامة جدا، قم بتدوين هذه الملاحظة، إذا أضفتم كل كمية محلول هيدروكسيد الصوديوم ولم يحدث ترسيب، لا تفقدوا الأمل. هذا يعني فقط أنكم ربما زدتم قليلا في حمض الخليك أو البيروكسيد في البداية، مما استهلك الصودا في عملية التعادل قبل أن يبدأ الترسيب. الحل بسيط، قوموا بتحضير كمية إضافية من محلول الصودا بنفس التركيز 20% وأضيفوها حتى يبدأ الراسب بالظهور. هذا بالضبط ما حدث معي أثناء التحضير، وأحببت التنويه للأمانة العلمية. على ما أعتقد اكتملت الآن عملية ترسيب أكسيد الرصاص الأصفر. وبكل ثقة، هذه الطريقة هي الأفضل والأكثر أماناً، لأنها تضمن الحصول على أكسيد الرصاص الأصفر النقي الليثارج بدلاً من طرق التحميص التقليدية لأملاح الرصاص مثل كربونات الرصاص أو هيدروكسيد الرصاص التي قد تنتج خليطاً غير متحكم به من الأكسيد الأصفر والأكسيد الرباعي البني. وطريقتنا اليوم كيميائية دقيقة وتعطي نتيجة مضمونة سهل التطبيق للجميع. وكما شرحنا في الفيديو السابق طريقة تحضير أكسيد الرصاص الرباعي البني، إذا كنتم تتذكرون، كانت تعتمد على إذابة الرصاص في خليط من هيدروكسيد الصوديوم مع بيروكسيد الهيدروجين، ثم الإضافة التدريجية لقطرات بيروكسيد الهيدروجين بعد الإذابة في وسط قاعدي قوي، مما يعطي الراسب البني. لذلك الفرق في التوقيت والظروف يصنع الفرق في الناتج. على العموم، انظروا إلى جمال هذا الراسب الأصفر. يمكننا الآن إضافة الماء المقطر للتخفيف ومساعدة الراسب على الاستقرار في القاع. سندع الراسب يركد لمدة 3 إلى 5 دقائق، ثم نقوم بالترشيح. لحظة واحدة، أمهلونا قليلاً لنطرح عليكم فكرة في غاية الروعة. تذكرون في الجزء الثاني عندما تحدثنا عن فصل الذهب عن سبائك الرصاص باستخدام حمض الخليك مع بيروكسيد الهيدروجين؟ وقتها شرحنا طريقة استعادة الرصاص باستخدام الزنك لترسيبه كراسب معدني، وهذا صحيح تماما ولا خلاف عليه. لكن ما هو الجديد؟ ولماذا لا نستغل الموقف بذكاء أكبر؟ الفكرة هي، لماذا لا نستفيد من إذابة الرصاص في المحلول للحصول على خلات الرصاص بطريقة مبتكرة؟ بعد فصل راسب الذهب الناتج وترشيح محلول خلات الرصاص جيداً، نقوم بخطوة بسيطة، نضيف له محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 20%. النتيجة، سوف نحصل على راسب أكسيد الرصاص الأصفر. هذا الراسب الأصفر ليس مجرد ناتج ثانوي، بل يمثل معدناً جامع قوياً جداً، يمكننا إعادة استخدامه في صهر عينات التربة أو مسحوق الخام الصخري. وبذلك نكون قد ضمننا الاستمرارية وإعادة التدوير بدلاً من تبخير الرصاص وهدره، فضلاً عن أن هذه الطريقة أرخص بكثير من استهلاك الزنك لاستعادة الرصاص. حسناً، تمت العملية ورفعت الجلسة. الفكرة جميلة جداً، أليس كذلك؟ اكتبوا لنا آراءكم عنها في التعليقات. ومعلومة أخيرة، الرواسب الناتجة عن أملاح المعادن مثل هذا الأكسيد يمكن ترشيحها مباشرة وبسرعة، عكس الرواسب المعدنية المختزلة التي تحتاج وقتاً أطول للتجميع والاستقرار. ولمن يسأل عن السبب العلمي لسرعة العملية، ركزوا معي في هذه المعلومة الدقيقة. تفاعلات ترسيب أملاح المعادن مثل حالتنا هذه تحدث نتيجة تفاعلات الاستبدال التبادل الأيوني، وهي كيميائياً تفاعلات لحظية وسريعة جداً. وهذا يختلف تماماً عن تفاعلات ترسيب المعادن نفسها التي تعتمد على الأكسدة والاختزال، والتي تكون عادة أبطأ قليلاً وتستغرق وقتاً، لا سيما عند استخدام عوامل ترسيب مختلفة. لذا كان الترشيح هنا سريعاً ومباشراً. والآن تأملوا النتيجة النهائية. هذا هو أكسيد الرصاص الأصفر الليثارج الذي حصلنا عليه. ما تشاهدونه الآن هو الناتج بعد إتمام عملية الترشيح وغسل الراسب بالماء المقطر عدة مرات للتخلص من أي آثار للمواد المتفاعلة، ومن ثم تجفيف الراسب تماما للحصول على هذا المسحوق الأصفر المتكتل، والذي يمكنك فيما بعد طحنه للحصول على البودرة الصفراء الناعمة. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية شرحنا لهذا الفيديو المليء بالتفاصيل. إن شاء الله تكون المعلومة قد وصلت بوضوح، وأن يستفيد الجميع من هذه الطريقة الحصرية. وانتظرونا فالقادم أجمل، وكنز من الهدايا المعلوماتية التي حقا سوف تستفيدون منها. نراكم في الفيديوهات القادمة لكشف المزيد من أسرار وعلوم الكيمياء في مجال التعدين ومجالات أخرى ستفيدكم حتماً في حياتكم العملية. دمتم بخير وفي حفظ الله ورعايته. مجموعة الحلول الكيميائية، دليلك الكيميائي في التعلم. واو!